أنا عاوز أسألك سؤال واحد بس. ليه؟ ليه يا ياسر؟ مش معنى مراتي؟ أنت بتقول إيه يا فتحي؟ مش فاهم حاجة. لا فاهم. تكون أخوك مع مراته؟ اللي صلب ظهرك في الدنيا دي كنت أنا. اللي عمل لك قيمة وهيبة برضو كنت أنا. أنا اللي خليت ليك شغل وقيمة ومال وسند. لما حقك راح أنا اللي رجعته لك. كنت بحقق لك الحاجة من قبل ما بتحلم بيها. مع إنك مش إيه. والبطن اللي شالتني مش هي اللي شالتك. بعد كل ده بتكون اخوك مع مراته يا رخيص. ايه الكلام اللي انت عملته له يا فتحي ده؟ جايبه منين يعني؟ جايبه منين؟ يعني بس هقول هتقول لي واللي صوره لك وبعته لي رأفت صاحبك. مستغرب ليه يا فتحي؟ عشان خنتك حبيتها وهي كمان بتحبني، وبعدين الرخيص ده رخيص عشان تربيتك. واحد عاش معاك وعشرك يا اخي عايزه يطلع ايه؟ طب ده احنا قتلنا مرات اخونا وابنه، ما كانش رخص ده؟ ورمينا بنته في الشارع وشهدنا عليه شهاده زور وحاطين عينينا في عينيه يا فتحي. ولا ده مش اخونا؟ أنا بس بفكرك عشان حسيتك كنت بتقول لي بتخون أخوك مع مراته. بتتقل قوي على كلمة أخوك. كأنها وجعاك. أنا زيك يا فتحي، يا ابن أبويا. لقيتك رخيص فطلعت لك. سيبها يا فتحي. طالما كده كده فتحنا الموضوع ما تطلقها يا عم. ما ينفعش. ما ينفعش أطلقها يا ياسر. ما ينفعش حد يطلق واحدة ميتة. وخصوصا لو جثتها في شنطة عربيتي ودمها لسه دافي. بتقول ايه يا فتحي؟ قتلت فدوى؟ قتلتها؟ قتلتها يا ياسر. قتلتها زي ما هقتلك دلوقتي. هدفنكوا جنب بعض عشان الوساخة لازم تبقى جنب الوساخة.